خلونا نسمع جزء أو مقتطف من كلام فخامة الرئيس حول هذه القرارات، وهنرجع نكمل الكلام. فقد قررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ ما يلي: أولاً، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. ثانياً، زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلاً من 3500 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقاً لمناطق الاستحقاق. ثالثاً، رفع الحد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% وذلك من 36000 جنيه إلى 45000 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. رابعاً، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة. خامساً، مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 بإجمالي 11 مليون مواطن. سادساً، سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقاً للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة للدولة. سابعاً، قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022. ثامناً، إعفاء المتعثرين من سداد فواتير وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى بنهاية 2024. احنا بنتكلم على الفوائد، غرامات التأخير وسداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة.